ما قدم لي شيء ولا قدم للمشاهد شيء. فمودي وطيل نسخة تتميزون أمانة بأشياء ما صارت في برامج الواقعية السابقة. الله يطول عمرك. لا رب يطول عمرك. أمانة يعني في ميزة قلتها لبعض الشباب تحت البث وأقولها على الهواء مباشر والعامة الجمهور. النسخة هذه تجاوزوا كل الظروف اللي أعتقد لو أنها مرت على نسخ أخرى ما تجاوزها. وبدون ما أسلط على تفاصيل أخرى ولا أمور أخرى ونسوي فوكس عليها على ما يقولون، أمانة أنا أشوف أنهم من بداية البرنامج تجاوزوا أمور لو أنها عرضت على غيرهم يمكن ما يتجاوزها. ما في إحباط، في معنوية عالية، في تعاون، في تكاتف، الله يديم هالشيء. الله يجزاك خير. أنا بقول بيتين الشارة وبرد عليها وبصور معكم صورة جماعية.